جينا عاوتاني للمطار علاش؟ جينا للمطار علاش؟ حيت غادي نغادروا تركيا للاسف. اليوم هو اللي خلينا في تركيا، غادي نغادروا تركيا وغنمشيو لواحد الدوله اللي غادي ندوزوا فيها واحد السيمانه، وابخي غادي نمشيو لواحد الدوله اللي كتعجبكم بزاف واللي هي كوريا. سو غادي نرجعوا لكوريا علاش؟ حيت غادي نتلاقاو مع ناس تما، ناس جداد غادي نشوفوهم، غادي ندوزوا دي فلوغ اللي واعرين بزاف. اجي وحدايا معايا عرفتوا بكثر ما وليت كنخاف يمشي عليا الفول، وليت كنجي بكري للمطار. من ديك المره فاش مشى علينا الفول في هونغ كونغ وليت كنجي بكري للمطار. الفول ما عندي حتى الوحده الليل، وانا جاي من دابا، هذه دابا تقريبا 6 العشيه وانا في المطار. دونك يلاه غادي نصيفط الباكاج ديالي ونمشي نفطر هنايا في المطار، اي ابخي بما وصلت وقيطات البول ونمشيو ان شاء الله نركبوا الطائره الى ماليزيا. هانتوما خوتي المطار ديال اتاتورك اكثر ما كيبان ليا مخربق، عرفتي داير بحال شي سوق، ما فيهش هو داكشي ديال تيرمينال واحد تيرمينال جوج، اولا هو مطار واحد كبير وانت سير تقلب على شغلك فين غتلقاه، كيبان ليا مخربق عرفتي، بنادم داخل خارج كلشي كيسول. هانتوما خوتي القص اللي كاين في المطار غير شي تفتفات وغاليين، عرفتي داكشي اللي كتكون ما خسرتيهش في الشهر كامل اللي كدوزو في تركيا، غادي تخسرو فطور واحد هنايا في المطار. كنت باغي نجيب معايا فطوري صراحه من على برا، كنت باغي نجيب معايا قص من على برا، هادشي غالي هنا صراحه خوتي ما نكذبش عليكم، هنا ولات الشعب هنا كنقصيو شي حاجه ديال الدراوش. ولكن في اخر لحظه قلت صافي خلي حتى المطار نشوفو، بقاو لي شي فليسات ديال تركيا ما بغيتش نخرجهم معايا. هانتوما خوتي الحلويات اللعيبات، خصنا نشوفو شي حاجه ناكلوها خوتي ضروري، ويلي واحد اللعيبه ديال الفريز واعره بزاف. واخيرا شدينا التيكي ديالنا وسكتنا الباكاج ديالنا دوزنا البوردين، اللعيبات داكشي داز بخير مزيان هو هذاك الحمد لله. غادي نمشي دابا، اول حاجه غادي نديرها غادي خصني نمشي نريح شي بلاصه باش نبارطاجي لكم الفلوق. ديني زعما ولا شنو؟ صافي اول حاجه غادي نديرها دابا غادي نمشي نقلب على شي بلاصه نريح فيها باش نبارطاجي لكم الفلوغ، اي ابخي غادي خصني نقلب فين نفطر. اليوم غنفطروا في المطار يعني الفلوس مشاو. ها هي الطياره اللي غنركبوا فيها اليوم، تركيش ايرلاين. عرفتي نقول لكم الثمن باش قطعت هذا الفول علاش موتوا بالضحك، علاش انا اصلا غادي نخرج من تركيا، انا ديجا مبروغرامي من ورا العيد غادي نريح واحد 15 يوم في تركيا، غادي نتسالاها كامله، اي ابخي شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لكوريا. ولكن شنو وقع ليا في اخر لحظه؟ دخلت غير هكا بارازال سكاي سكانر كنقلب على لي فول نشوف مثلا فول من هنا لماليزيا ولا هذا، الفول من تركيا حتى لكوريا غالي تقريبا داير شي 5000 درهم 4500 درهم، هذا هو الثمن ديالو تقريبا من هنا حتى تما. شنو درت انايا؟ دخلت قلت نشوف الفول من تركيا حتى لماليزيا شحال غادي يكون، لقيتو ب 1600 درهم من هنا حتى لماليزيا، هو هذا اللي قطعتو دابا. قلبت من ماليزيا حتى لكوريا لقيتو ب 700 درهم رخيص، وكاين غير في هذه الايام اللي قطعتو انا يعني غير اليوم من بعد سيمانه كاين ديال 700 درهم. انفوانز قال هادو ما كاين غير 5000 درهم 4500 درهم، سو شفت قلت بلي من الاحسن نمشي في هاد لي فول هادو ما نزقلهمش حتى نعاود نرجع عاوتاني لتركيا وديك الساعه نتسراوها كامله. داكشي اللي غادي نخسر في دوك لي فول ديال 5000 درهم نقتصدو ونمشي في هاد لي فول هادو، نقدروا نزيدوا فيها ايامات بزاف في كوريا. تفاعلتوا بزاف مع لي فلوغ ديال كوريا، عجبكم بزاف لي فلوغ ديال كوريا، كوريا مازال ما شفناش صراحه بزاف ديال الحوايج فيها، دونك هاد المره غادي نمشيو غنتلاقاو مع ناس جداد غادي نتسراو كوريا كامله. دونك دابا غادي خصني نمشي نفطر. شحال باقا؟ باقا يا خوتي نص ساعة تقريبا. اخوتي شحال فيكم ديال الصداع بحال لا كاين في السوق، هكا لكم ديك الساعة المطار بحال لا في السوق، عرفتي بشكل انا صافي انا نمشي نفطر اخوتي. اخوتي شحال في الساعة؟ 50 58 نورمالمون كيودني في 35 اولا 36 37، المهم كل مرة كيتزاد شوية. انا خديتها اليوم حتى 50 باش نفطر ونعرف بلي صافي غدي نشوفو باش غنفطر بعدا. جيت لكوك بيز، كوك بيز هي بحال قلتي ماكدو اولا برجر كينغ ولا شي حاجه بحال هكا ديال لي نوغيتس والتشيكن وداكشي اللعيبات، ديت لي نوغيتس وفريت برجر والتشيكن مونادا واحد لاصالات صغيورة، هذا هو السكور. المهم انا عندي ما عندنا ما نديرو اخوتي، شتو انا فاش كيبقى عليا بحال هاد لي جيست هادو اولا فاش كنبقى نفطر بوحدي ولا شي حاجه بحال هكا ما كيهمنيش راسي، ما كنبقاش نقول شوف باش عرفت باش فطرت او لا، كنبقى نقول شوف الناس اللي ديما عايشين في الغربه، الناس اللي ديما ما عايشينش مع والديهم، الناس اللي الله يحسن العوان يقدروا يكونوا كيقراو على برا دراري او دريات، يقدروا يكونوا خدامين، يقدروا يكونوا عايشين تما الظروف تاعهم تما، كل واحد الظروف ديالو. المهم من هادشي هو انه مغرب على والديه، مغرب على دارو، وهذا الشيء كامل كيديرو في وقتو، ما كيعيشش الاجواء ديال كيما كيعيشوهم الناس في الدار في المغرب شحال من حاجه، هذا الشيء اللي كيبقى في بالي. دونك ديديكاس لدوك الناس الله معاهم، والله هو اللي غادي يعوضهم ان شاء الله. شي اللي غادي نقول سو نفطرو اخوتي، بسم الله بسم الله، غنكسر الصيام خريطه بسم الله. عرفت هاد الفلوق هذا غير تقريبا تلحق مورا العيد وانا باقي صايم.
شنو هي اخيب حاجه دابا اخوتي؟ هو انني انا جاي بالتيشيرت وحوايجي صيفطهم مع الباكاج، ودابا جاني البرد تحرك شويه البرد وما جبتش حوايجي. الاخيب من هذا الشيء هو انني لابس الشورت انتوما مصيف. كنتمنى في الطياره يعطيوني شي حاجه باش نتغطاو، حيت عندنا 10 سوايع ونص في الفول، دونك واقيلا ضروري خصهم يعطيونا باش نتغطاو، ماشي زعما يعطيونا، ضروري خصهم يعطيونا باش نتغطاو باش نحيدو لنا شويه البرد. عرفتي واحد البلان بالنسبه للناس اللي كيبقاو يقولوا علاش كدير ديما انضاضر؟ واش عندك شي مشكل في عينيك؟ واش ما عندي حتى شي مشكل انتوما، عينيا ما بيهم والو، بخير زوين هو هذاك واعف فوكس فوالا ما عندي حتى شي مشكل اخوتي والله العظيم. غير انا كيعجبني انني نبقى ندير دوك النظر. علاش؟ حيت النظر كيعطي واحد الريفليكس لي زوين بزاف، فهمتي؟ واحد كيبان لك واحد لي في زوين، هذا مع الاضواء وهذا كيبان لك شي حاجه لي زوينه. داكشي علاش انا كيعجبني. تقدر تعتبروه، تقدر تعتبروه ستيل، تقدر تعتبروه اي حاجه. باقا شي 45 دقيقه دابا باش انا نمشيو ان شاء الله ندخلو الى الطائره ونضربها بالنعسه. عرفتيها في المود ديال النعاس، غنضربها بالنعسه من هنا حتى لماليزيا ان شاء الله. 10 سوايع ونص غنجبد عليها، وكنتمنى يعطيونا الماكله قبل من الفجر باش نقدر نتسحر، سينو راه غنمشي بلا سحور. فيا مازال لي رجعت برا نمشي نجيب الماكله، البلاصه فين غنجيب الماكله باش نتسحر بعيده بزاف. وفيا لي مشيت تما اخوتي، دونك عطاونا الماكله وهذاك ما عطاوهاش لينا، غنجبد عليها. اول مره غادي نركب في هذه الشركه ديال تركيش ايرلاين اللي كيقولوا عليها بلي راه واعره وزوينه بزاف، ما عرفناش غنكتشفوا هذا دابا. لا قلبوا على بلاصتنا اخوتي، الطياره بانت لي زوينه واعره، ولكن بلاصتي كتبان لي كاينه القدام ليه. ها يا خوتي 26 هي هذه اهم حاجه عندي، هي هذو الدالي وهاد الخطاده اللي غادي نطقطاو به وغنضربها بالنعسه حتى لماليزيا حتى لكوالالمبور. هو اهم حاجه عندي انا نطقطا به والنعس تمشي. واو دابا هادي وحده الليل، دونك خاصهم يجيبوا القص قبل ما توصل 3:30 هكاك، حيت 3:30 ما خصناش مازال ناكل غيكون ودن. المشكل دابا عندي هو انه الفول غيبدا مع الوحده وعندي 10 السوايع، يعني نورمالمون خاصني نوصل مع 10 الصباح، ولكن انا غادي نوصل مع 4:30 العشيه في ماليزيا، وغتبقى لي واحد ساعتين عاد نفطر. ما عرفتش كي داير لهذا البلان هذا، حيت غنكون ما صمتش نهار كامل، غنكون صمت غير شي سويعات، حيت مع الفارق ديال الوقت نورمالمون ما خصنيش نصوم هاد السفر هذا، خصني ناكلو، ولكن انا ما بغيتش ناكل، خصني نصوم. غادي نصوم ومن بعد نسول واش دايز ليا هاد النهار، الا داز راه مزيان، الا ما دازش ديك الساعه نعاودو من ورا رمضان. اخيرا وصلنا اخوتي، عرفتي درت هاد 10 السوايع ديال النعاس، تخيلوا معايا عطاونا القص تسحرت وانا نعس حتى وصلنا كوالالمبور. احسن فول دوزتو، علاش؟ حيت ما حسيتش به، نعستو كامل وتوصل الفول داز مزيان، حيت نعست صراحه ما حسيتش به 10 السوايع، ما كنتش باغي نبقى حل عيني ديك 10 السوايع كامله، مي الحمد لله نعسنا وداني نعاس. دابا غادي خصنا نركبو هاد الصابوايا، هذا جينا هاد الستيشن ديال الصابوايا باش انا نمشيو لبسط الجوازات باش انهم يكاشيو لينا وندخلو ان شاء الله ماليزيا. فاش كتوصل المطار ديال كوالالمبور الى عندك الباكاج ولا شي حاجه ما كناخذوش في البلاصه اللي انت وصلتيها، كتركب هذا الصابواي هذا اللي كيديك لبلاصه الجوازات باش كيكارشيو لك وكتمشي ديك الساعه تاخذ الباكاج ديالك. عرفتي اخوتي باش نلقى هذا مشكله وحق الله تشوق عليا، عرفتي تجلى لي الساك ديالي في المطار، جيت كنقلب على الباكاج ديالي ما لقيتوش، كنقلب كنسول كيقولوا لي سير لهنايا، سولت قالوا لي سير لهيا، هادشي كامل حرتو وفي الاخر في القيد لقيتو مليوح في واحد القنت مع باكاج مع شي سيكان اخرين، مليوح غير بان ليا من بعيد وفرحت وحق الله الا فرحت فاش لقيت الباكاج ديالي. ناري يكون مشى ليا هذا الصاك هذا، بصراحه ما فيه شي حاجه، فيه غير الحوايج داكشي اللي مهم، بيسي درون كاميرات اي حاجه مهمه دايرها في الصاك ديالي اللي كنطلع معايا الطياره، هذا فيه غير الحوايج، ولكن الحوايج اخوتي راه عرفتي شحال ديال الحوايج تما تيبقاو نشريو عاوتاني في الحوايج. دونك دابا غادي خصني نمشي هو الاول لاير ازيا، علاش؟ باش نتشيكي الباكاج ديالي، نخلص الباكاج ديالي اللي غادي يمشي من هنايا لكوريا، باش نهار يكون عندي الفول ما نبقاش نصدع راسي نجي حتى لهنايا، نخلصو من دابا ونمشي، ومن بعد نشد كراب حتى الاوتي ان شاء الله في بوكيت بينتان، غنمشي معاه حتى لبوكيت بينتان اخوتي نشبعو الاكل الواعر، عندهم واحد الماكله واعره بزاف في بوكيت بينتان. واحد الحاجه اللي نسيت نبارطاجيهاش معاكم هي سبرديلتي الجديده، خديت سبرديله انا نحيدها هكا حاشاكم اخوتي، خديت سبرديله شوفوا واش زوينه، قولوا لي كي جاتكم واش واعره، ها هي سامبل رايبو واعره. المهم انا كنقول شوفوا كي جاتكم وكنقول لكم واعره، في نفس الوقت تناقض اخوتي. دابا غادي نمشيو ان شاء الله نجدو كراب ونمشيو نتلاحو ونقصيو ونفطرو ان شاء الله. نيويورك عاوتاني، شوفوا الحسانة الجديدة، حسنت عاوتاني اخوتي حيت الحسانة الأولى ما عجبتنيش، دونك درت حسانة أخرى، ها هي شوفوا
شويه عليكم شويه عليكم ما تصدموش. دونك درت هذه الحسنه هذه حيت دوك الزغيبات عرفتي ديك الزغبه اللي كانت كطيح لي هكا قطعت منها ديك الزغبه اللي كانت كطير لي فاش كنفلوغي وكنطيرها البرد كتبقى ديرها هكا حيت تما تاهي خليت غير هذه هذه عزيزه عليا هذه مربي عليها الكبده ما بغيتهاش تحيد. الحسنه الجديده اخوتي حيت الاولانيه علاش حيت ما عجبتنيش بان لي الشعر ديما نقص مزيان هذه هي الحسنه اللي كنت باغي انايا شفتوها حسنه سامبل عاديه نقيقيه ديال ولاد الناس صافي غير هو المشكل هو انني ما حسنتش اليوم حسنت مورا 5 ايام دابا كي غنشرحها لكم النهار فاش جيت لماليزيا اللي هو اليوم فاش كتفرجوا بقيت مازال مورا 5 ايام عاد حسنت وعاد كملت لكم هذا الفلوق علاش حيت فاش جيت ما قدرتش انني نفلوقي مازال عييت ديال بصح مشيت نعست دوشت ونعست الغد اللي كان عندي بزاف ما يدار الغد اللي عاوتاني كان عندي المونتاج بزاف حيت كان عندي لي فلوق ديال تركيا كما شفتوا كنت باقي كنحط لكم لي فلوق ديال تركيا داز العيد وباقي كنحط لكم لي فلوق ديال تركيا الغد اللي مشيت دفعت شي وراق هنايا في ماليزيا والغد اللي عاد فلوقيت على دوك الوراق وليتكم شنو هما المهم داكشي غتشوفوه في الفلوق ان شاء الله الفلوق ديال غدا ديال ماليزيا وداكشي كامل المهم هادشي هو انني حسنت وداكشي هو مقاد يعني غدا الفلوق ديال غدا غتشوفوني ما حسنتش حتى بعدو عاد غادي تشوفوني محسن يعني هكا المهم دابا خلطت لكم الماضي مع المستقبل ما عندكم ما ديروا هادشي اهم حاجه دابا غادي خصنا نهبطوا نمشيو نقصيو اخوتي في جوج ويلي 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 انا قط بوكيسا والله الا تزعط في راسي ما كانتش نتصاحب مع راسي المهم غادي نمشيو دابا نقصيو اخوتي هذا محل ديال الشناوه داكشي حرام الماكله ديالهم ما غاديش تاكلها غنمشيو ناكلوا الطبق المفضل ديالنا في ماليزيا اللي هو الباينابل فرايد رايس الاكله التايلانديه شوفوا هادو كيلعبوا واحد الكره ديال الخشب ناري ناري ديال الخشب اخوتي سمعوها ما كطيحش مسخوط والله الا مسخ ما كطيحش ليهم ويلي 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 جود هادو هما اللي خصو يمشيو لكاس العالم صراحه عرفتي اش كيديروا الكره وكيلعبوا كره ديال الخشب هادو الكره ديال الخشب وقاصحه خلينا عطيتيهم بالون ديال بصح كي غيديروا ليها فوالا دونك هاد البلاصه فيها ليكليراج شويه زوين هادشي الناس تجمعوا صراحه جمعوا ولكن دوك اللي غاديين عندهم حنا ما كيجمعوش كيبقاو في 20 ساعه 24 عرفتوا هاد ستريت فود هذا ديجا كنت وريتو لكم في ماليزيا ولكن وريتو لكم عامر بنادم شوفوا دابا فاش خاوي خاوي دابا انا بوحدي اللي كنتمشى هنا الحياه السعيده بوحدي انا وجيلاتي خاوي دابا شتو كي داير كي كيبان علاش خاوي حيت دابا راه ثلاثه الليل هذه سي نورمال كيجيبوا داكشي التناسق عباد الله الحمر الصفر الحمر الصفر الصفر هانتوما الماكولات العجيبه في ماليزيا ها هما الناس اللي كنقصي عندهم انا هما هادو شتو سميتهم ريستورون نيو وورد تاي فودز اي فوالا اخوتي هو الطبق ديالنا الخطير باينابل فرايد رايس هذه واحد الاكله اللي خطيره غادي نعاود نشرحها ونفسرها للناس اللي ما كانوش شافوها في الفلوق اللي قبل واحد الاكله ديال فيها الرز وفيها لي فرويد الماغ كارامار والعباد وفيها الاناناس ها هو وفيها لاكاجو ها هو المهم واحد الاكله اللي واعره بزاف صراحه فيها اومليطه كيحطوها لك هنايا خضره فيها حتى الخضره هي كيزو العباد عصير ديال المونك هذا خطير هذا سيداتي كنكونوا وجدنا الاكل ديالنا والطبق ديالنا وخاصنا دابا ناكلو نتوما خاصكم تمشيو تجيبوا دوره حتى نسالي هنا المشويات ما عرفتش هادشي كيشوي هذا لا هو تزداز تشيكن اه هذا سميتو ديال الدجاج جناح ديال الدجاج من الفوق فاش غادي تهبط هكا جاي وتكمل هكا طالع غتولي تسمع غير مساج 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 هنا كاين غير لي سونتر ديال مساج شوف هاد الشارع كي داير اخوتي مزوقينو واعر دايرين هاد السحابات هادو ديال الضو صابغين هنا هادشي ب 3 دي واقيلا كنظن كيبان من الفوق غيبان واعر الفلوق اللي جاي ان شاء الله غادي نمشي نقضي فيه واحد الغرض اللي زوين بزاف اللي واعر بزاف اللي غادي يعجبكم وغادي يفرحكم كما غادي يفرحني حتى انا ان شاء الله من مورا ان شاء الله غادي خصنا نمشيو لكوريا دونك غنمشيو لكوريا غادي يكونوا دي فلوق زوين ان شاء الله كما قلت لكم في كوريا نتلاقاو معنا الجداد كون شي حاجه الحماق دونك الا عندكم شي حاجه كتبروبوزيوها عليا انني نقدر نديرها في كوريا شي واحد عارف شي حاجه انا ما عارفهاش على كوريا ما كنعرفش بزاف الثقافه الكوريه ولا شنو كاين في كوريا دونك عارفين شي حوايج ما عارفهمش انايا خليوها ليا في لي كومونتير اي حاجه بغيتو نديرها في كوريا كوريا غادي ندوزو فيها واحد المده اللي طويله بزاف تقريبا غندوز فيها الصيف كامل يعني تقريبا شهرين غادي ندوزها في كوريا دونك عطيوني شهرين خصنا نخرجوا بزاف خصنا طلع لينا كوريا في الراس فهاد الشهرين هادشي اللي كاين دونك كنتمنى الفيديو يعجبكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم تهلاو فلوسكم كنبغيكم كاملين حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك راكم تما بوي غادي ندخلوا ان شاء الله نشدوا الفيزا ديالنا بطبيعه الحال المنظر بالليل ماشي هو بالنهار